ازيكم؟ انتوا عاملين ايه؟ انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله انتوا كويسين، ربكم خير. دلوقتي حصل تحت جديد، شوف بص الكتاب برضو اتغير. ايه ده؟ ده العلامات اللي اتحطت في النبتة كلها. الارنب البوكس، ايه ده؟ ايه ده؟ ما ملناش دعوة. واو، شفت بقى؟ ادي ارنب البوكس، ادي ارنب، بس ادي ده صبار. ارنب اسمه ده ارنب الصبار، ده نبتة يعني، بس ده ارنب، بس مش اي ارنب، ارنب يتاكل. يلا بقى نركز. يلا، شايفين النبتة اللي لابسة اللبس ده؟ اهو بتدوس كده، بتدوس غلط. ايه ده؟ قلعت هدومه. ايوه، تحديث ظهر. طب ندوس على الزومبي، وكل الزومبي دول ده، الله، ده مش مصدق. طب حاجة كويسة يا جماعة، تحديث جديد ظهر، عمري ما شفته. ايه ده؟ يلا بقى نلعب. وفي حركة حلوة، تحدثت الصبار، قدم الأرنب الصبار يعني. شايف الصبار راكز؟ يلا، شايف الصبار ده حصل عليه حركة جديدة؟ الصبار ده انا عرفت الحركة بتاعته، وهنبتدي نستغله كويس. دلوقتي هو عملوه تعديل، رقم مثلا ناخد رقم 4، بس لازم يكون في زومبي. زومبي ايه اللي كان يبقى؟ استنى اقول لكم، عشان طولت معاكم. بس يا جماعة هقول لكم، زومبي هو اخر حاجة ونلعب. قصدي الزومبي ده عشان، ايوه هروح اي دور بس يكون في زومبي. البالونه اللي طيروا، في زومبي بالونه معلقه، يا ريت الاقي الزومبي اللي معلقه. ايوه هو ده اللي قصدي فيه. يلا بقى من غير كلام كتير، يا فندم. واحد، السحر ده، واو، واختار الارنب طبعا. الارنب، ارنب انور في منورنا. يلا بقى، يلا بقى، استغلال كويس، استغلال كويس. اختار اي حاجة وخلاص، تفيدنا بقى في اللعب. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هوريكم الحركة شايفينها؟ تبدأتوني اهو، ما انا قلتلكم بيفرقع البالون. شوف بص، شايف ال ايه ده؟ ايه ده؟ ده شوف بص، ايه ده؟ انا بشوف كمان يعني، اكيد المرحلة الأولى بتاعت الكوبلاي في 4 مراحل. الله، الأرنب تطلع حق. واو، بقات الأرنب ده أرنب، بس مش أي أرنب، أرنب صبار مشوك يشوكم. يلا، سبع حيوانات الأليفة اللي جت في اللعبة. طيب
ده حيوان أليف يعني ربيع أليف. أوديكم بقى عنده 4 مراحل يعني. ادي المرحلة الأولى بتاعته ايه ده بقى كل بط بقى يعمل الحركة دي يا عم بطل بقى يا عم بس شوية شوف حطه ازاي انا بوكس اهو ادي المرحله الاولى عشان نستنى بقى احسن اهو ادي المرحله الاولى بتاعتي سهله وهلت له المرحلة التالتة دي المرحلة التالتة والمرحلة الأخيرة شكلها الوجه كبير شكلك انت ايه ده هي دي المرحلة الأخيرة يا جدعان ايه ده دي المرحلة بتاعته في السنة كده ايه ده الله شايفين بقول ايه دي المرحلة الرابعة اللي عندي ادي وردة كأنها لبس يعني كأنها على شكل وردة كأنه نبتة طلعاب قضي كأنه بيتزرع يعني يلا يلا بقى قبل اي حاجة شايفين الكتاب ده فيها حاجات غريبة جدا نستخدمها ده اهو ايه ده انا دوست بيقول لك اعلى شمس في الدنيا يعني حاجة سعرها ايه ده كله فيه حاجات صفر 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 كله حاجات صفر يعني ده بتاع الشمس وده الليفل يعني كم مستوى يعني ادي المستويات طب ده ايه ده مش عارف هدي يلا نرجعها زي الاول ده بيقول لك اهو اوفريت ايه ده مش عارف لكن ده بيقول لك يعني معناه بترقية النباتات نوت فروم بيقول لك بص يا جماعة يلا بقى شوفوا نوت فروم اولا نوت فروم يعني الحاجات يعني الحاجات شايفين دي يعني حاجات ما تلعبش عشان ما تكسبهاش حاجات اللي انت ما كسبتهاش يعني دي كلهم ايه فلوس في تحكم تاني ادي اسنج ايجيبت ده الحاجات اللي كانت في فرعنا ده كده الحاجات اللي ظهرت لي زي بيقول لك اسم البتاع العمالة ان هي تبع مين كل النباتات العك دي تبع البتاع العك ده المنت اهو المنت اهو ده المنت بس هو اسمه مكتوب واو شايف بص كل العك ده بتبعه يعني عك يا كل الكهرباء طبع الكهرباء دي يلا كل القص ده مقص طبع ده كل المنفجرات تبع المنفجر ده فجر والله
كل اللي بتاع الحمي يعني الحمي كلهم بتاع ده. هقول لكم كل المدافع تبع البتاع دي مدافع، كل التلج بتوع تبع التلج ده. اذا لقي البوكس، البوكس ده بتاع ايه؟ كل الحاجات اللي بتبقى مختلفة الشادو يعني. ده ايه ده؟ ايوه ايه ده؟ ده وقت كل الاوقات دي تبع البتاع ده. الصورة دي اسمه الوقت يعني، ده الساعة يعني اوقات يعني. استاذة ما بدور على بوكس. ادي السحر، كل السحر تبع ده سحر. بوكس، شايفين البوكس؟ كل البوكس تبع ده تبعه بوكس السحر. يلا ما تنسوش تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام، باي باي.